وزير الدفاع يؤكد قدرة القوات المسلحة المصرية على مجابهة أي تحديات تفرض عليها. شكري يتوجه إلى باريس للمشاركة في اجتماع فرنسي عربي لبحث وقف إطلاق النار في غزة. محكمة العدل الدولية تصدر اليوم قرارها بشأن توجيه أمر لإسرائيل بوقف فوري لجميع العمليات العسكرية بقطاع غزة. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، موعد لنشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. شدد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي خلال حضوره تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكي بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني، شدد على أن القوات المسلحة المصرية قادرة على مجابهة أي تحديات تفرض عليها. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام الذخيرة الحية، ويستمر لعدة أيام، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من المحافظين وكبار قادة القوات المسلحة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين ورؤساء الجامعات المصرية. وألقى اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة تشكيلات ووحدات الجيش الثاني الميداني لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها بكفاءة واقتدار. وقد تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع تنفيذ طلعات جوية لاستطلاع وتأمين ومعاونة دعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم. تحت ستر وسائل وأسلحة الدفاع الجوي وبمساندة مدفعية، وقامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكي بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها. بمعاونة الهليكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات، كما قامت عناصر القوات الخاصة من المظلات والصاعقة بتنفيذ أعمال الإغارة والإبرار لتدمير الأهداف المكتشفة.
ظهر خلال المشروع المهارات الميدانية والقتالية العالية والقدرة على إدارة أعمال القتال في العمق وسرعة تنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عالية. وفي ختام المرحلة نقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهود التي يبذلها رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام والواجبات المكلفين بها تحت مختلف الظروف، مشيرا إلى أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية للقوات المسلحة تقدم رسالة طمأنينة للشعب المصري العظيم على قواته المسلحة واستعدادها القتالي الدائم، موضحا أن القوات المسلحة تعمل بكل جهد للحفاظ على ما تمتلكه من نظم قتالية وأسلحة ومعدات، وتعمل على تطوير أدائها لتعظيم الاستفادة منها بالإمكانيات المتاحة. وقدم القائد العام الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة لما يبذلونه من جهود لمجابهة التحديات الراهنة وغير المسبوقة التي تستهدف الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. شكر لجميع رجال القوات المسلحة على الجهد المبذول تحمل المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وأنا هنا بتكلم في خلال هذه المرحلة بالذات. رسالة اطمئنان للشعب المصري على قوات المسلحة، البلد في إيد أمينة، إحنا بنستثمر جميع إمكانياتنا الموجودة داخل القوات المسلحة في تطويرها والرفع من كفاءتها واستغلال مراكز البحوث وإدارة البحوث الفنية في تطوير هذه المعدات، مؤكدا على أن القوات المسلحة قادرة على مجابهة أي تحديات تفرض عليها بفضل قوة وتلاحم الشعب المصري وقيادته الوطنية، وأن الدولة المصرية لها ثوابت لا تحيد عنها ولا تنحاز إلا لمصلحة الأمن القومي المصري، مشددا على الدور الهام والفعال الذي تقوم به الدولة المصرية لمساندة القضية الفلسطينية على مدار التاريخ، وأن الموقف الحالي يتم التعامل معه بأقصى درجات الحكمة لدعم القضية والحفاظ عليها ومساندة الأشقاء الفلسطينيين على أساس حل الدولتين، مشيدا بالأداء المتميز والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع والذي عكس قدرة وجاهزية الجيش الثاني الميداني الذي يمثل مع باقي التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة الدعامة الرئيسية لحماية أركان الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع والتي تضمنت تنفيذ إحدى المهام التدريبية المخططة ضمن أنشطة المشروع، وناقش عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في تنفيذ مهامهم للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير العمليات. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في اجتماع وزاري يضم وزراء خارجية قطر والأردن والسعودية والإمارات مع ماكرون. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن زيارة شكري تأتي في إطار حرص الجانب الفرنسي على التواصل والتنسيق مع الوزراء العرب للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبحث سبل إنهاء الأزمة الإنسانية وضمان تدفق المساعدات إلى سكان القطاع، إضافة إلى التباحث حول الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإيجاد الأفق السياسي الجاد لإنهاء هذه الأزمة من جذورها ودعم تنفيذ حل الدولتين.
استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الفخورة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة الذي يشهد سلسلة غارات عنيفة. كما استشهد مواطنان في قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، فضلا عن استشهاد 10 مواطنين آخرين جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم شقة سكنية في مدينة غزة. في هذه الأثناء تقدمت قوات الاحتلال نحو مستشفى كمال عدوان شمال القطاع وحاصرت عددا من طواقمه الطبية. تصدر اليوم محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية قرارها بشأن طلب جنوب أفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف فوري لجميع العمليات العسكرية بقطاع غزة بما يشمل مدينة رفح الفلسطينية. في إطار قضية أوسع تتهم فيها جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، تصدر محكمة العدل الدولية الجمعة قرارها بشأن طلب بريتوريا توجيه أمر إلى تل أبيب بوقف إطلاق النار في غزة. وتريد جنوب أفريقيا من المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أن تأمر إسرائيل بالوقف الفوري لكل العمليات العسكرية في غزة بما في ذلك مدينة رفح الفلسطينية. وتصدر المحكمة قرارها بشأن أحدث طلب لجنوب أفريقيا بالتدخل الفوري أو فرض تدابير طارئة على إسرائيل، وليس بشأن قضية الإبادة الجماعية الأوسع التي قد يستغرق الحكم فيها سنوات. كانت المحكمة قد أمرت إسرائيل في يناير الماضي ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر بوقف إطلاق النار. وترى بريتوريا أن تطور الوضع على الأرض لا سيما العمليات في رفح يتطلب أمرا جديدا من محكمة العدل الدولية. وفي جلسات الاستماع الأسبوع الماضي قالت جنوب أفريقيا إن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل قد وصلت إلى مستوى مروع، مشيرة إلى العثور على مقابر جماعية وتسجيل أعمال تعذيب وعرقلة المساعدات الإنسانية. ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، لا تملك المحكمة أي سلطة لتنفيذها، غير أن من شأن اتخاذ قرار لصالح بريتوريا أن يشكل ضربة لإسرائيل وسابقة قانونية. كشف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز سيتوجه قريبا إلى أوروبا للاجتماع مع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد ديفيد برنيا في محاولة لإحياء محادثات الإفراج عن المحتجزين في غزة. تفيد التقارير الإسرائيلية أن فريق التفاوض الإسرائيلي تسلم ما أطلقت عليه مبادئ توجيهية جديدة في محاولة لتحقيق اختراق في المحادثات غير المباشرة مع حركة حماس من أجل إطلاق سراح الأسرى. قدم مسؤول ملف المخطوفين والمفقودين من جيش الاحتلال خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل خطة محدثة بلورتها الدوائر الأمنية بهدف تحريك عملية التفاوض المجمدة منذ حوالي أسبوعين. وقد نال الاقتراح الجديد إجماعا كاملا من أعضاء المجلس الإسرائيلي، وذلك بعد أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقتراحا سابقا قدم الجمعة الماضية. وقد أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن فريق التفاوض لم يحصل على كل ما طلبه، لكن يمكنه على الأقل أن يحرز تقدما. وقالت إن مجلس الحرب أعطى الوفد المفاوض في المحادثات تفويضا محدودا ورفض أن يعطيه تفويضا موسعا لصياغة صفقة جديدة.
كما أوضحت أن إحدى النقاط في الاقتراح الجديد تتضمن التوصل إلى حل وسط بشأن نقطة الخلاف مع حماس، لكن مع تشديد الموقف الإسرائيلي بشأن مسائل أخرى لم يتفق عليها الجانبان. ونقلت الهيئة عن مصادر لم تسمها أنه من غير المتوقع حدوث انفراج في المستقبل القريب في المباحثات التي يتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل. التسريبات التي وردت في التقارير الإسرائيلية تقول إن إسرائيل طلبت أن تفرج حماس عن 33 أسيرا من الأسرى في غزة مقابل قيامها بالإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي العيار الثقيل. وتتضمن قبول إسرائيل بالاستعداد الضمني لمناقشة إنهاء الحرب وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل كامل، فضلا عن انسحاب الجيش من ممر ناتساريم أو وادي غزة، وبالطبع الاستعداد لوقف إطلاق النار بعد ذلك. وتنتظر إسرائيل ردا من حماس يتضمن عدد الأسرى المحتجزين لديها. ويقول محللون إن خيارات إسرائيل في قطاع غزة بعد حوالي 8 أشهر من الحرب تتمثل في 4 بدائل، منها إبرام صفقة مع حماس تشمل اتفاقا مرحليا تفرج بموجبه حماس عن جميع الأسرى لديها مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع ووقف طويل الأمد لإطلاق النار وإعادة الإعمار. لفت المحللون إلى أن البدائل الأخرى وهي الاحتلال العسكري الواسع النطاق أو الاحتلال الجزئي المدعوم من شركاء آخرين أو منح حكم القطاع للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها مقابل التزام إسرائيل بمسار ذي مصداقية يفضي في نهاية المطاف إلى قيام دولة فلسطينية. كلها خيارات لها كلفتها وتجعل من خيار الصفقة مع حماس أمرا واردا. قال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيلقي كلمة قريبة أمام جلسة مشتركة للكونغرس وسط تصاعد التوتر مع الرئيس جو بايدن بشأن تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الحرب في غزة. أضاف جونسون أن ذلك سيكون مؤشرا قويا على الدعم للحكومة الإسرائيلية في وقت تشتد فيه حاجتها إليه على حد قوله. ويعتبر جونسون أكبر عضو جمهوري في الكونغرس ومنتقد لسياسة الرئيس الديمقراطي تجاه إسرائيل، ومن المتوقع أن تزيد هذه الخطوة من غضب بعض الديمقراطيين الذين يتزايد انتقادهم للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ودعم بايدن لها. قالت كتائب عز الدين القسام إنها تحتجز منذ 7 أكتوبر الماضي بقطاع غزة العقيد عساف حمامي قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة بجيش الاحتلال الإسرائيلي. كانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق إن عساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي لقى مصرعه خلال هجمات 7 أكتوبر. أكد التقرير الأولي للجنة التحقيق في حادث سقوط مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي إن الطائرة احترقت لاصطدامها بمنحدرات ولم تخرج عن المسار المحدد لها. وأفاد التقرير الذي أصدرته رئاسة أركان القوات المسلحة الإيرانية بأنه لا توجد أي آثار لطلقات نارية على حطام الطائرة، ولم يكن هناك أي أمور مثيرة للريبة في محادثات برج المراقبة مع طاقم الطائرة. أوضح التقرير الأولي أنه تم جمع جزء كبير من الوثائق والأثار المرتبطة بالحادث، لكن دراستها بشكل أعمق تحتاج إلى المزيد من الوقت.
ندد الكرملين بالدعوات التي أطلقها مشرعون أمريكيون للسماح لأوكرانيا بأن تستخدم الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة لضرب الأراضي الروسية، معتبرا هذا الأمر تصعيدا. تؤكد كييف أنها قادرة على ضرب مواقع داخل روسيا بواسطة الأسلحة التي زودها بها الغرب، لكن الولايات المتحدة وحلفائها يمنعونها من استخدام هذه الأسلحة ضد موسكو خوفا من توسيع نطاق الحرب. لا تزال الأزمة الروسية الأوكرانية على صفيح ساخن، خاصة في ظل تفاقم الأوضاع إثر تزويد واشنطن لكييف بأسلحة لاستخدامها في صراعها مع موسكو. الكرملين ندد بالدعوات المتهورة التي أطلقها مشرعون أمريكيون للسماح لأوكرانيا بأن تستخدم الأسلحة التي زودتها بها واشنطن لضرب الأراضي الروسية، معتبرا هذا الأمر بمثابة التصعيد. أما كييف فتؤكد أنها قادرة على ضرب القواعد الخلفية الروسية وكذلك مواقع داخل روسيا بواسطة الأسلحة التي زودها بها الغرب إذا سمح لها بذلك، لكن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين يمنعونها من استخدام هذه الأسلحة ضد الأراضي الروسية خوفا من توسيع نطاق الحرب. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إنه في واشنطن وفي العديد من العواصم الأوروبية يحاول البعض بحماسة أن يمارسوا الاستفزاز وأن يزيدوا من مستوى التصعيد باستمرار، وفي هذا الصدد يمكن وصف موقفهم بأنه غير مسؤول. وأضاف بيسكوف أنه بين أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وبين أعضاء الكونغرس هناك الكثير من المتهورين الذين يعتبرون أن واجبهم إشعال المزيد من النيران. في المقابل قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تسمح لأوكرانيا أن تخوض الحرب بالطريقة التي ترتئيها. يأتي ذلك فيما أفادت موسكو أن قواتها باتت تسيطر على أكثر من نصف أراضي بلدة فوفوشانسك الحدودية في منطقة خاركيف في أوكرانيا. أعلنت كوريا الجنوبية واليابان اليوم مجموعة من العقوبات التي تستهدف أفرادا ومنظمات وسفينتين على صلة بشراء روسيا المزعوم أسلحة من كوريا الشمالية، وهو ما ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. تتهم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية كوريا الشمالية بنقل أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في حربها على أوكرانيا، وتنفي موسكو وبيونغ يانغ هذه الاتهامات غير أنهما تعهدتا العام الماضي بتوطيد العلاقات العسكرية. أعلن المتحدث باسم جيش تحرير الشعب الصيني اليوم أن المناورات العسكرية التي تجريها حاليا حول تايوان تهدف إلى اختبار قدرة جيشها على الاستيلاء على السلطة في الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي. جاء ذلك في بداية اليوم الثاني من التدريبات العسكرية الصينية التي تجريها القيادة الشرقية لجيش تحرير الشعب الصيني حول تايوان، والذي يشمل تدريبات لاختبار القدرة على الاستيلاء على السلطة والسيطرة على مناطق رئيسية. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة قررت إجراء إعادة نظر شاملة في تعاونها مع جورجيا بعد إقرار تبليسي قانون النفوذ الأجنبي الذي أثار احتجاجات واسعة في البلاد. أعلن بلينكين فرض قيود على منح تأشيرات للأفراد الذين تعتبرهم الولايات المتحدة مسؤولين عن تقويض الديمقراطية في جورجيا، كذلك أفراد أسرهم.
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تخصيص يوم عالمي لتذكير مذبحة سبيرينيتسا التي وقعت عام 1995، رغم معارضة شديدة من قبل صرب البوسنة وصربيا. نال القرار الذي صاغته ألمانيا ورواندا 84 صوتا مؤيدا و19 صوتا معارضا، مع امتناع 68 دولة عن التصويت. ختاما لنشرتنا، هذا التذكير بأهم العناوين. وزير الدفاع يؤكد قدرة القوات المسلحة المصرية على مجابهة أي تحديات تفرض عليها. شكري يتوجه إلى باريس للمشاركة في اجتماع فرنسي عربي لبحث وقف إطلاق النار في غزة. محكمة العدل الدولية تصدر اليوم قرارها بشأن توجيه أمر لإسرائيل بوقف فوري لجميع العمليات العسكرية بقطاع غزة. وصلنا لنهاية نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.